أخونا يسأل هل ينزل ابن مريم بالإسلام أم بالمسيحية؟ أولا إحنا قلنا أخواننا ما في شيء اسمه المسيحية. الأديان التي يعرفها الناس دين حق، الإسلام دين الأنبياء جميعا، ودينان باطلان اليهود والنصارى، ما في شيء اسمه المسيحية. وقلنا لكم إن من العدوان على ابن مريم أن تقول للمشركين اليوم مسيحيون، فأن تأتي لمشرك يشتم الله بابن مريم ويجعل لله ولدا ولله أما ثم تقول هذا مسيحي لتنسبه للمسيح، كما أن تأتي لمسيلمة الكذاب فتقول هذا محمدي، تقبل؟ اليوم رأس كنيستهم بنديكت وأخوه مسيلمة الكذاب، فإذا قبلت أن تقول لبنديكت على ما هو عليه من الشرك والتثليث والشتيمة لله مسيحي، جاز لك أن تقول لمسيلمة الكذاب محمدي. فإذا قلت لرجل فاجر فاسق اليوم في الناس، رجل من المسلمين فاسق فاجر، هل تقبل أن يقال له محمدي؟ وهو مسلم ولكنه عصى وفسق، فلا يقال له محمدي، فكيف يقال للمشرك مسيحي؟ بل يقال له نصراني على ما هو فيه. جيد، لما ينزل عيسى بن مريم كما قال عليه الصلاة والسلام يهلك الله الملل كلها على يديه إلا الإسلام، فينزل عيسى فيكسر الصليب، هذا رأس الكنيسة، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ثم يكون نبيا في المسلمين. وعيسى عليه الصلاة والسلام كان مسلما يوم كان في بني إسرائيل، كما في خاتمة سورة المائدة وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسيحيون. هذه آخر هذه الصفحة قبل الأخيرة من سورة المائدة، واشهد بأننا مسلمون، أختها في آل عمران، واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. حتى في القصص إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم قالوا إنا آمنا به، إنا كنا من قبله مسلمين، فالذين اتبعوا الأنبياء كانوا مسلمين ولم يكونوا لا يهودا ولا نصارى.